عايزة كلب راجل يخش ياخد الأكل. يلا طبعا كلك قاعدين مؤدبين هما بكل أدب واحترام، لأن أنا فعلا علمتهم الأدب وممنوع يعملوا أي حاجة وأنا واقفة. اهلا مسا عليكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. طبعا انا خلصت كده السطح اهوت ونضفته، والكلاب كلها كلت كله، ومشمشه وشين وكيكي زي ما انتم شايفين اهوت يا جماعه. والكلاب صحتها كويسه اهيت وبخير. طبعا الكلبين الجولدن اهوت يا جماعه زي ما انتم شايفين اهوت، خلاص خدوا على المكان وخدوا على براحتهم خالص. دي تفسه شويه في الاكل، واخده الاكل مخبياه ازاي يا جماعه؟ ممنوع حد يقرب منها، بيتزوم على اي حد يجي عندها. انا نفسي لو دخلت خدت الاكل هتزوم عليا انا. ماسكة الأكل هتنظف، ممنوع أي كلب يخش. هات الأكل ده، يلا تعال تعال، هات الأكل وتعال، هات الأكل وتعال، هات الأكل، هات الأكل يلا وتعال. فاهمة ازاي أنا بقولها هات الأكل وتعالي؟ هات الأكل وتعالي يلا، هات الأكل وتعال، يلا هات الأكل وتعال. شاطرة يا رؤى، هات الأكل يلا يا رؤى، هاتيه 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 يلا، هاتيه يلا يا رؤى هاتيه، تعالي يلا هات الأكل، هات الأكل يلا، هات الأكل يلا. قعدت جنب الأكل يا جماعة مش راضية تسيبه، مستحيل هتسيب الأكل، هي كده خلاص خدت الأكل عشان منين ما تجوع تلاقي أكل قدامها. زي ما انتوا شايفين كده المشهد ده عامل ازاي. يلا يا رؤى 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 يا رؤى تعالي يلا تعالي، شاطره يا رؤى شاطره يا رؤى، خلي تعالي بس. بس يا جماعه الكلاب زنت على بعضها ازاي؟ اطلع بره يا غضبان، اطلع بره، اطلع بره بره. اطلع بره يا بت. وبعدين وبعدين زي ما انتوا شايفين يا جماعه الحلقه دي النهارده بسبب الاكل، والكلبه دي تفسه جامد وممنوع حد يخش يقرب منها زي ما انتوا شايفينها كده. هي فاهمه انا بنقول ايه، قلت لها تعالى هات الاكل وطلعت، راحت طالعه جابت الاكل وطالعه. هي دماغها جميله جدا وفاهمه. طبعا غضبانه انا بنخاف منها، ان هي لو مسكت كلبه هيتعاركوا مع بعض، مش هيسيبوا بعض الا لما يعوروا بعض، فدي تبقى نصيبه. ومش هن ممكن ما نقدرش عليهم، لان غضبانه جامده شويه في العراكي غير الكلاب الجولدن. الجولدن ساعه ما بتحس ان في حد وراها عايزه تزوم عليها، هي دي قرشانه شويه. الكلبة اللي هي رؤى دي قرشانة شوية في موضوع الأكل بالذات زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة. أنا بس عايزة حد يخش ياخد منها الأكل، شوف هتعمل ايه. عايزة كلبة راجل يخش ياخد الأكل. يلا طبعا كلك قاعدين مؤدبين هما بكل أدب واحترام، لأن أنا فعلا علمتهم الأدب وممنوع يعملوا أي حاجة وأنا واقفة. ساعة ما جوه جوه زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة، بنشخط الشخطة خلاص الكلب يخش يكن، ما يطلعش من مكانه زي ما انتوا شايفين كده. جوه يا بت، جوه يا بت،
وعداء وعداء طبعا يا جماعة هي بتبقى وحشة لما الكلب يزوم على الأكل والكلب بتاعك يبقى لو في كلبين ثلاثة ممنوع حد ياخد منه الأكل. لا طبعا أنا مش هنعوتها على كده، أنا هنعاقبها إن الأكل ما تاخدوش تخبيه كده وتزوم على أي حد داخل عندها، ده طبعا أكبر غلط، مينفعش مينفعش خالص، لازم هي تبقى قنوعة معاهم ولازم الأكل ياكلوه سوا، وده بيبقى أحسن حاجة للمدرب اللي معاهم او اللي قاعد يراعيهم، لازم يحافظ على حاجه زي دي، ان غلط ممكن يزوم على صاحبه، ممكن يعض صاحبه عضه جامده ما تعرفش تتعالج منها، لان في كلاب ساعه الاكل ما بتعرفش صاحبها، بتبقى صعب جدا إن انت تقدر تسيطر على كلبك. كان عايز يسيطر من الاول، كنت سيطرت من الاول، انما تسيبه لما بص المنظر عامل ازاي، قاعده ماسكه الاكل وعماله تزوم محدش قادر يخش عليها، ده طبعا غلط اكبر غلط. لو كلبتك كده او كلبك كده ده طبعا لازم تعاقبه، ما ينفعش ان انت تعديها له، لازم يكون في عقاب، تاخد الاكل منه وتفرقه على الكلاب كلها، وممنوع ان حد يقرب منها، لان هي كده تعتبر وحشه وغبيه على الكلاب اللي معاها. وانا هناخد الاكل دلوقتي هنفرطه وهندي كل واحد رجل كده او حاجه عشان تعرف ان كده غلط، ما ينفعش النظام ده. تعالي يا رؤى، تعال تعالي يا رؤى، قومي تعالي، يلا تعال يلا. بس يا جماعه عملت الزول ما شافت الكلب، تعال يا رؤى تعال تعال. بس يا جماعه المشهد ده عامل ازاي، المشهد عامل ازاي، هي حتى مش راضيه تجيني لان خايفه حد ياخد منها الاكل. رؤى تعال يا رؤى، يلا تعال يلا بينا. بس يا بنت تعال 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 يا رؤى، يلا تعال. انا هنحاول يا جماعه نطلعها وناخد منها الاكل، لان كده مش هينفع، هيبقى في عقاب جامد لها. طبعا يا جماعه انا خدت الاكل منها زي ما انتم شايفين، الاكل طلعته فوق هنا عشان الكلاب ما هيجيش عليهم، وخدت الاكل منها ومشيتها، وهندي كل واحد من الكلاب هنحذف لهم اي حاجه كده زي ما انتم شايفين. خد تعال تعالي، خد اهي اهي اهي، كل واحد حاجه كده يا جماعه عشان ما نعودهاش. خدي تعالي اهي، تعالي يا رؤى، خدي خدي يا رؤى اهي، خليكي كنوعه كده زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. انا حبيت نعمل كده عشان خدي يا غضبان، خدي يا غضبان عشان بعد كده ما تعملش الحركه ديت، تمسك الاكل تخبيه، تمسك الاكل خدي خدي يا زفت، انت اسمك ايه؟ فرنسا، تعالي خدي يا فرنسا، خدي يا رؤى تعالي، رؤى اهي تعالي يا رؤى. طبعا يا جماعه رؤى اهي، تعالي يا رؤى تعالي يا رؤى، خدي يا رؤى. طبعا خافت مني لان انا خدت منها الاكل وزعقت لها وشتمتها، خدي يا رؤى تعالي تعالي، خدي يا رؤى اهي تعالي. طبعا يا جماعه هي خايفه مني ان انا زعقت لها، خايفه ان انا نضربها ونعاقبها. خد يا رؤى، دي رؤى يا جماعه بتفصل اللي ما بتحبش حد، زي ما انتم شايفين اهي رؤى، خد يا رؤى خد، هي كده زعلانه ان انا خدت منها الاكل، ان كان معاها اكل ياما وانا خدته منها قسمته على الكلاب كلها عشان مش عايزه نعودها على كده. لازم يا جماعه كلب عندك ما تعودوش على التفاصه وعلى ان يزوم على الاكل والكلام ده. انا زي ما الحلقه ديت انا عملتها وعارفه ان هي هتاخد الاكل وتبقى، مع انها لسه جايه من مزرعه امبارح، بس انا لاحظتها امبارح وانا بنحط الاكل بتزوم ومش عايزه حد يخش على الاكل، ممكن انا ممكن تعضني انا وانا بنحط لها الاكل، فطبعا مش هينفع. فانا دلوقتي عاقبتها يا جماعه وخدت الاكل منها وزي ما انتم شايفين وزعته على الكلاب كلها علشان ما تبقاش تفصه وتبقى لوحديها، اكبر غلط. ممكن تعض الكلاب، ممكن تعضيني انا نفسيا، ممكن تعض ياسين اما يطلع تعض اولادي، فمش هينفع. ودي حلقتنا النهارده يا جماعه، ان الكلب ما تعودوش يزوم على الاكل، لازم شخصيتك، لازم تعاقب الكلب. ودي حلقتنا النهارده، يا رب الحلقه تعجبكم يا جماعه، ويا رب الشغل اللي انا بنعمله يعجبكم. تحياتي لكل الناس المشتركه معانا، الناس الجميله، الناس المحترمه،
زي ما انتوا شايفين يا جماعه كده، انا طلعت اكلت وشربت وعملت لكم الفيديو دوت عشان خاطر الكلبه بتزوم على الكلاب اللي عندها وبتعمل عمايل مش كويسه وعماله تعض في الكلاب. طبعا انا عاقبتها، مستحيل بقى تعمل حاجه زي كده، مستحيل تعمل حاجه زي كده يا جماعه، لان الركعه الشخصيه اللي واقفه معاها. يا رب الحلقه تعجبكم يا جماعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اوعوا تنسوا الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس، وباي يا جماعه، يا رب الحلقه تعجبكم.